تعاطيتي المخدرات؟ اول مره كنت راده الكويت انا ادرس برا مم. راده الكويت كان عندي امتحانات برا بس جيت هني كنت قاعده ادرس مم. فصديق كان قاعد معي قال لي انت تعبت من الدراسه تعالي شويه جربي الماده شوي راح تخليك تنامين ترتاحين مم. اول مره جربتها قمت ارجع بطني ذبحني ما كل ارجع ما اقدر اتنفس ارجع كل دقيقه فخلاص راح راح اليوم هذا عادي ثاني يوم ما اخذيتها ثالث يوم صارت لي مشكله مع اهلي فاللي يبالي شنو عقب المشكله اني اطلع ادور على هالشخص هذا اخذ هذه الماده اجربها مره ثانيه كنت تعرفين ان هذه مخدرات لا كنت ادري اول شيء ما كنت ادري شنو اسم الماده م. اول ما تعطيت بس انت يعني ما شاء الله عليك يعني دارسه طب دارسه طب لكن انا ما ن... نوع الماده المخدر ما نعرفتها لكن عارفه انه مخدرات اي سنه هذا الحكي هذا كان بأي سنة ولا سنتي يعني بأمري أنا بعمري أنا؟ بعمرك بعمري كان عمري تقريبا 25 25 زين؟ وعشرين أه ف لا ثالث يوم عقب المشكلة هذه جربتها لا الوضع طبيعي وسويت لي مزاج كيف عرفت ومرتاحة قمت أجربها وقام يعطيني إياها الشخص طبعا لمدة تقريبا أسبوع بعدين لا أنا ما قمت لمدة أسبوع متواصل يعني متواصل على طول كل يوم يعطيك إياها إي يوميا ايه زين أه بعدين لا صارت هالجرعه هذه ما تكفيني ابي ازيدها زين خلينا نوقف عند هالجزئيه اللي اللي قاعد يتواصل معك انت ما فكرتي ليش هذا قاعد يعطيني المخدر وباستمرار ومجاني ما يعني ما أه لا نفسك وقتها ما كنت فاهمتها فاهمتها انه هو يقول لي يعني ابيش تستانسين معي أه انا جايبه يعني خلينا نستانس مع بعض يعني هذا كان الكلام بعدين تفهمه اللي قدام لما يقول لك انه لازم تشتري لازم تشتري الماده تشتريها مني انا فتفهم انه لا الوضع ان هذا اصلا كان يبي يطيحني بشيء بس بعد ما تطيح بالشيء خلاص انا ودي تقولي لي من البدايه وين كنتوا وانت يعني ابيك تقولي لي من بدايتك بالتعاطي من البدايه أنا نسمعها قلت لك كنت هني بالديره تعاطيت مع شربت معاه فلا تعبت اول مره بعدين حبيت الماده كنت اتعاطاها اسبوع كذي بعدين رديت الديره اللي انا كنت فيها هناك طبعا الماده تختلف عن هني <متحكي> يعني في نفس النوع بس بتختلف، <متحكي> فقمت لا اسافر عشان هالماده اخذها، هناك لازم تسافر من مكان ثلاث ساعات عشان تاخذ الماده. <متحكي> قمت ادفع فلوس، ابي ارد الكويت بسرعه، ابي الماده مالت الكويت غير عن هناك. <متحكي> رديت الكويت. قمت اشتريها، كان وضعي تمام، كنت توني متخرجه واشتغلت، اشتغلت لمده تقريبا سنتين. راتبي كان زين وايد زين، فكان لا يروح على الماده وكان وضعي تمام، ما كنت حاسب بشيء. شوي شوي بديت لا بديت ما قام يكفي الفلوس دوامي طلعت منه خسرته رئيسي بالدوام حس فيني حولني اداريه ستة اشهر شلون تقولي لي ابي تقولي لي تفاصيل دوامك شلون حسوا فيك لاحظوا عليك دوامك اه بالدوام قمت اتكاسل ما لي خلق اي الدوام ما لي خلق اقعد بالاستراحه اه ما أقض... ما يعني هنا شنو المفروض تروح طبيب توقف عيادتك تنظر اللي هو البيشنت يدش عليك انا قمت ما امسك عياده ما لي خلق امسك بس عيادة. بس احنا نبي نوضح انك انت كنت, كنت طبيبه طبيبه اسنان طبيبه اسنان نعم تفضلي إيه إيه؟ إيه إيه؟ وكنت وايد زينه بدوامي يعني اول سنه ما, ما كنت اروح الدوام و... و... ولا وابي اعالج واركض انا ورا البيشنت بعدين صرت لا اتكاسل ما لي خلق ابي بسرعه اطلع عشان أشرب. كنت اشرب بالدوام يعني اروح الحمام عشان اشرب تتعاطين وانت بعملك بالضبط زين فرئيسي بالدوام كان يمر علينا حس علي قال لي انا بصراحه أبيش تتحول هالفتره ما تمسكين ولا بيشنت بس تقعدين بالاستراحه ستة اشهر ما ناقشتي ليش ناقشته ليش ايه قال لي انا ابيش كذي هالفتره زين بعدها يعني جواب من الاداره ان انا لازم اروح اسوي تحليل بالطب النفسي ولجنة بالطب النفسي عشان انا اكون على راس دوامي طبعا انا لما رحت الطب النفسي عرفت ان انا لي اصلا كان لي ملف هناك انا رحت هناك تعالجت مره فكان لي ملف فاذا رحت الطب النفسي حيبين يبين انا لي ملف اذا سوى لي خفت كان اطلع ما سويت اللجنه وما رحت الدوام من يومها خلاص خفت ما رحت الدوام انقطعتي عن العمل اي وصدقني وصدق. ما حسيت ان انا يعني اوه ليش قطعتي عن الدوام لا عادي المخدر موجود هني صار خلاص ما في معاش خلص المعاش الحين شو تسوين؟ ابدي ابيع تبيع شيء تبيع تليفونك تبيع اثاثك مسجله غاليه هديه لك ذهب عندك امك عندها شيء عادة تبوقه تروح تبوق اخوانك ما في مشكله ترى كنت تبوقين اي ما عندي مشكله زين ابي الماده أه، تكلم الناس طبعا الناس اللي كانوا يساعدونك وقت ما انت كان عندك فلوس كانوا يساعدون لكن الحين تتصل فيهم تقول لهم لا والله ما عندي ما اقدر اساعدك ما عندي وانا متاكده ان الشخص عنده وناس تسلفين تتسلفين كنت من فلان وفلان كل الناس ما في احد ما تسلفت منه كلهم يطالبونك الدنيا كلها طالبني زين ابوك اي احد عادي عادي ما عندي مشكله تلقين تليفون تاخذينه وتمشين ما عندي مشكله ابيعه ما عندي بس المهم ان انا امن ان انا انام باكر في شيء اهلي وقفوا معي وقفوا اول فتره الحين ما عندي ولا احد يبي يشوفني حتى يبي يشوفني زهقوا ملوا من منك ملوا من, من خلاص جاي ردي دوامك حتى صدق الحين بطاقه مدنيه ما عندي ما لي خلق اروح اسوي شيء ضاعت جوازي ضاعت جنسيتي بطاقتي أه رحت اسوي بطاقتي قالوا لي لا والله لازم تدفعين غرامه كانت عليك بسبب قضيه صارت لي ادفع غرامه 200 دينار كانت علي وانه انا الحين امشي بشغله ثانيه ما لي اسويها ما عندك تدفعين 200 دينار ما عندي ادفع بس عندك تدفعين حق الكيف اهم عندي اهم؟ الحين يعني بالنسبه انا كمدمنه اهم عندي الكيف اهم ان انا ما اطيح تعبانه التعب يذبحني الاعراض الانسحاب اللي تصير لي لما ما اخذه تحط حيلي فحاولت اتعالج كذا مره لكن المشكله هني العلاج انك انت لما المستشفى ما في علاج ما في علاج ما في شيء انت يقول لك والله فلان نامي ولا اكلي تقعد 12 يوم ما تنام هذا جد 12 يوم انا ما انام بالطب النفسي يربطونك لاقل الاسباب يربطونك انت تربط وتقعد وتسكت آه الاراده عاد اذا تبي انت تكمل صج محتاج احد يكلمك آه انا في والله كان شخص هناك مدمن متعافي آه مده سنتين هو كان وايد يعني أنا فاهم بحالتنا فكان يكلمني هذا اللي خلاني ادش الها فوي دشيت فوي شهرين جيت في مره خلاص ابي اطلع فتخيل قلت لهم انا ابي اطلع شنو قالوا لي؟ وقعي وطلعي يعني بدال ما يكلموني مثلا انه ما يخالف قعدي يا فلان لان هذا هو هذا لازم يصير لان انا بتيني اللي هو اشتياق للماده ابي اطلع ابي اروح حق الماده حتى لو ما عندي فلوس افكر مليون فكره اسويها مو مشكله انصب أبو اي شيء فلا قومي وقعي وطلعي فلما تطلع ترد نفس الشيء الحين تواصل حق الشارع يعني الحين انا فعلا يعني حتى بيت انا ما عندي